تهتم بشؤون الأطفال وبكل جديد في كل مجال، فيها الأغاني والألحان، فيها القصص أشكال ألوان، فيها الأغاني والألحان، فيها القصص أشكال ألوان، فيها هدايا بالمجان. والحين موعدها، الحين موعدها، يلا نشاهدها، يلا نشاهدها، الحين موعدها، الحين موعدها، يلا نشاهدها، يلا نشاهدها، والحين موعدها، الحين موعدها، يلا نشاهدها، يلا نشاهدها، الحين موعدها، الحين موعدها، يلا نشاهدها، يلا نشاهدها. أحييكم أصدقائنا الصغار تحية حب وإخاء، وسعدنا أن نلتقي مرة أخرى بعد أن ودعنا العطلة الصيفية التي قضاها البعض منكم في بلدنا الحبيب، والبعض الآخر في بلاد أخرى. وسعدنا أن ولكن مهما ابتعدنا أو سافرنا، نظل دائما نحلم بالعودة إلى الكويت، إلى الوطن، إلى الكويت الحبيبة التي لا يطيب العيش إلا تحت سماءها، فهي جزء منا ونحن جزء منها. تاريخها ماضينا وثراها أجدادنا. صباح الخير يا كويت. Thank you.
لقد عدنا إليكم بمجلة الأطفال مع بدء العام الدراسي الجديد، وعودتنا إلى مدارسنا لممارسة العمل الأساسي المطلوب منا وهو تحصيل العلم، والذي نأمل أن نحصل عليه في نهايته على النجاح والتوفيق. بعد أيام الإجازة الطويلة، وبعد جميع الألعاب التي مارسناها والهوايات الكثيرة التي تعلمناها، بدأ عام دراسي جديد، ووضعنا أقدامنا على درجة أعلى في السلم الكبير، وليس في سلم العلم فقط كما يعتقد البعض، وإنما في سلم الحياة. ففي المدرسة نتعلم كيف نتعامل مع الآخرين، وكيف نعطي، وكيف نأخذ ونساعد، وكيف نحسن الاستماع، وكيف نعتاد على الصمت والسكون، وكيف نجعل الآخرين يحبوننا، وكيف نستفيد من الوقت. فلنبدأ هذا العام الدراسي الجديد بحب وسعادة وحماسة. فالمدرسة كلها، الفصول والمدرسون والمدير والعاملون، والحديقة والفناء من أجلك أنت، لتعليمك ورعايتك وتنشئتك. وكل المطلوب من صديقي أن تستفيد بما يقدم من أجلك، ونشعر بالشكر والعرفان لهم. ولنبدأ هذا العام الدراسي الجديد بالتنظيم لوقتنا بعد الظهر، وتمنياتنا لك بالنجاح والتوفيق، وكل عام وأنتم بخير. فوداعا للعطلة الصيفية، وأهلا بالمدارس. أكيد أصدقائي كلكم جهزتم أدواتكم المدرسية إلا أنكم بحاجة إليها، وخاصة أنه كان هناك معرض للأدوات المدرسية واللوازم التعليمية المختلفة. فالعودة للدراسة أننا نقابل أصدقاء جدد ومدرسين الذين يسعدهم أن يرونا في مظهر منسجم مع التعليمات المدرسية، لأن المظهر العام له أهمية في نظرة الآخرين إلينا، كما أن آباءنا قد وفروا لنا كل ما نحتاجه من الملابس المدرسية وحقائب الكتب واللوازم التعليمية اللازمة. وعلينا أن نعتني بكل ما يتعلق بمظهرنا وكتبنا وأدواتنا، ونحافظ عليها، ونبقي كل شيء نظيفا. أصدقائي بعد هذه الاستراحة ابقوا معنا لتابعوا مواضيع مجلة الأطفال المختلفة، واستمعوا إلى أحاديث الأصدقاء التي تعود عليكم دائما بزيادة معلوماتكم وتنمية مواهبكم ومدارككم. أصدقائي يجب أن لا ننسى الاهتمام بصحتنا، وخاصة الصغار منا، فكما يقول المثل عقل سليم في الجسم السليم، والعسل على سبيل المثال ضروري جدا للأطفال، وخاصة في مراحل الدراسة ابتداء من الروضة والابتدائي حتى جميع مراحل التحصيل، إذ أنه يحتوي على البروتين والسكر وكثير من الأملاح المعدنية كالحديد والنحاس والمنجنيز والكالسيوم والصوديوم والكبريت والبوتاسيوم والفوسفور، بالإضافة إلى فيتامين ألف باء جيم. والآن أصدقائي موعدنا مع قصة هذا العدد، والقصة بعنوان مملكة النحل. مجتمع النحل أصدقائي من أنشط المجتمعات، حيث أن كل فرد فيه يؤدي دوره واجبه بإتقان وإخلاص، وكل خلية تمثل بحد ذاتها مملكة. هذه المملكة أصدقائي ذات نظام عجيب وقوانين دقيقة، لا يملك المرء إذا ما شاهدها إلا أن يقول سبحان الله. فالحين تعالوا معنا أصدقائي من مشاهدي مجلة الأطفال وأصدقائي الموجودين هني عشان نسمع ونشوف مع بعض مظاهر التعاون في كل خلية. غضبت النحلة ذات يوم من زميلاتها النحلات، فهي ترى أنها تشتغل كثيرا ولا تصيب من الغذاء إلا القليل، وقالت أن زميلاتها لا يعاملنها بالعدل. غضبت النحلة وصاحت: إنني أبذل جهودا في سبيل الجماعة ولا ألتقي منهن ما استحق. فردت عليها إحدى النحلات: ولكنك لا تذكرين الجهود التي تبذلها جماعة النحل كذلك. اشتد غضب النحلة وقالت: إني سأتركك لكن هذه الخلية، وسوف أرى ما تستطيعين من غيري.
طبعا قالت لها إحدى النحلات: اذهبي كما تحبين، وسوف نرى نحن ما تستطيعين أن تفعليه وحدك. هذه النحلة أصدقائي هجرت الخلية وراحت تعمل وحدها، طبعا بعيدا عن صديقاتها النحلات. ولكن لم تمضي أيام قليلة حتى عادت إلى زميلاتها، ويظهر عليها التعب واليوع، وتوسلت إليهن أن يقبلنها معهن في الخلية. وطبعا شيء طبيعي أنها ترجع النحلة للخلية، لكنها أصدقائي شافت أن العمل لم يتأثر بغيابها، فالعمل يجري في غيابها مثلما يجري في حضورها، يعني وجودها أو عدمه مثل ما هو، ما راح يأثر شيء على الخلية. وبكذي قالت: لا يمكن أن يقوم فرد مهما كان بما تقوم به الجماعة. وبكذي أصدقائي راحت تعمل بهمة وبنشاط، بعد ما عرفت أنها إذا غابت عنهم ما في شيء راح يتغير أو يتأثر بغيابها. وجاء فصل الربيع، ومثل ما احنا نعرف أن فصل الربيع تورق الأشجار وتتفتح الأزهار وتبدأ الحياة تسري في الكون. خرجت أسراب النحل تمتص رحيق الأزهار. كما راحت الفراشات ترقص بين زهور الحديقة فرحانة بمقدم الربيع، فقابلت النحلة الفراشة فتصادقتا وراحتا تنتقلان من زهرة إلى أخرى. كانت خلية النحل في تجويف جذع شجرة كبيرة، وبفضل جهود جماعة النحل امتلأت الخلية بالعسل اللذيذ بدرجة لفتت إليها نظر الدب الصغير، فراح يراقب خلية النحل. الدب أصدقائي شو اللي شافه؟ شاف الخلية ممتلأة بشنو؟ بالنحل. لا، الخلية شنو فيها؟ عسل، ها؟ وطبعا الدب الصغير هذا يحب العسل، فشوي شوي راح يراقب شنو الخلية. في أحد الأيام اقترب الدب الصغير من الخلية. لماذا يقترب؟ ليسرق العسل اللذيذ الذي يحب أن يأكله. لكن رأته النحلة صديقة الفراشة. تعالوا أصدقائي نشوف، بعد ما هذه النحلة اللي هي صديقة الفراشة شافت الدب وهو يحاول أنه يسرق هذه الخلية الممتلئة بالعسل اللذيذ، شو سوت هذه النحلة؟ هجمت على الدب ولسعته في أنفه لسعة شديدة فصرخ من الألم وجرى هاربا وقد تورم أنفه. شو سوت هني هذه صديقتنا النحلة؟ ها، شو سوت في الدب؟ لسعته وين؟ في أنفه، ها؟ وطبعا عرفنا النتيجة. ليش كل هذا هي سوت النحلة؟ عشان تنقذ شنو؟ الخلية، خلية النحل المملوءة بالعسل، ها؟ لكن أصدقائي هذه النحلة بعد أن لسعت الدب وبذلت كل ما فيها من قوة وقعت على الأرض ميتة. رأت الفراشة ذلك ودهشت لما وقع لصديقتها النحلة وتألمت كثيرا لموتها. قالت الفراشة وهي تعيب على النحلة تصرفها: لماذا يا صديقتي لسعت عدوك وأنت تعلمين تمام العلم أنك في هذا سوف تفقدين حياتك؟ إن هذا ليس من العقل. سمعت إحدى النحلات ما قالته الفراشة فقالت لها: إن النحلة الشهيدة عندما لسعت الدب لم تكن تفكر في نفسها، وإنما كانت تفكر في مصلحة الجماعة كلها. يعني أصدقائي هني بعد أنا راح أوضح لكم أن النحلة بعد ما سمعت الفراشة هي قاعد تعيب على صديقتها الفراشة النحلة اللي ماتت، هنيش قالت لها؟ قالت لها هذه النحلة الشهيدة يوم ما ماتت كانت تضحي، ما كانت يعني تفكر بنفسها، ها؟ كانت تفكر بمنو؟ بمصلحة جماعة النحل كلهم، صديقاتها.
وكانت تحاول انها تدافع عن الخلية الموجود فيها العسل، صح ولا لا؟ صح. اي عشان كذي هي ضحت بنفسها عشان النحل. تعالوا نشوف اصدقائي بعدين ايش صار. طبعا سمعت الفراشة هذا الكلام وعرفت هني انها ساءت الظن بصديقتها النحلة اللي ضحت بروحها عشان باقي صديقاتها. طبعا اصدقائي اعتقد ان بعد كل قصة في عبرة، وهذه القصة اكيد انتم استفدتوا منها، استفدتوا منها ولا لا؟ استفدت. الحين ابي واحدة منكم او واحد من الاصدقاء الموجودين هني يقول لي شو الاستفادة من هذه القصة. من هذه القصة أصدقائي نتعلم أهمية التعاون بين الأصدقاء بعضهم البعض والتضحية في سبيل المصلحة العامة. أصدقائي لقد أعددنا لكم الكثير من المواضيع المفيدة والمسلية لنقدمها لكم من خلال إعداد مجلة الأطفال المقبلة، ولقد اخترنا اليوم لكم موضوع مهم بالنسبة لنا جميعا، وهو يسهم في توفير الأمان لنا أثناء ذهابنا ورجوعنا من المدرسة، وهو ما تقوم به إدارة المرور لتنظيم السير من خلال القواعد الأساسية المنظمة للمرور من أجل حماية الكبار والصغار وعلى حد سواء من أخطار السرعة وغيرها. ولكن ما مدى التزام الأصدقاء بقواعد المرور؟ هذه الأمور وغيرها سنشاهدها على هذه الصفحة. أصدقائي يعتبر المرور من أهم مرافق الدولة، وأبذل رجال المرور الجهد الكبير لتوفير أفضل وسائل لازمة لتأمين الانتقال الآمن والسريع للجميع. صديقي، العلامات الأرضية عبارة عن خطوط توضع على الأرض بالدهانات المختلفة، وتعتبر من أهم معالم الطريق. وإهمالك صديقي استخدام خطوط عبور المشاة يشكل عليك خطرا كبيرا، فتعالوا نلتقي مع العقيد عبد الرزاق البناي من الإدارة العامة للمرور ليوضح لنا أساليب السلامة التي يجب أن نتبعها عند ذهابنا وعودتنا من المدرسة. نلاحظ بعض الأطفال يجهلون وايد من قواعد السلامة المرورية، مثلا لما يغادرون المدرسة شلون يحافظون على سلامتهم لما ينزلون من السيارة ويعبرون الطريق. يفترض من الطلبة لما يطلعون من المدرسة إلى السيارة أو العكس صحيح أنهم ينظرون إلى بقية الشارع، هل هناك سيارات قادمة أو هل هناك سيارات واقفة على الجانب الأيمن أو الأيسر، بحيث يعبر عن طريق الخطوط اللي موجودة لعبور المشاة اللي موضوعة أمام جميع مدارس الكويت. إنزين، في بعض الأحيان نشوف الأطفال يعبرون الشارع مع علم بوجود جسر المشاة، فشنو يعني رأيك في هذا الوضع؟ الحقيقة الإدارة العامة للمرور دأبت إلى الأفضل وعمل الجديد بمشاركة جميع جهات وزارة الداخلية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر الجسور اللي وضعناها احنا في كثير من مناطق الكويت، وكثير من الجسور تكون قريبة من المدارس حتى يتسنى لأبنائنا الطلبة الانتقال من وإلى المدرسة عن طريق عبور الجسور اللي وضعناها. إنما مع الأسف الشديد فئة بسيطة يستعملون الشارع عند العبور، وهذا يسبب حوادث مؤسفة يروح ضحيتها كثير من مستعملي الطريق. شنو الوضع الصحيح اللي لازم أن الأطفال يتبعونه لما ينزلون من باص المدرسة؟ عند نزول أبنائنا الطلبة من الباصات يجب عليه بالدرجة الأولى أن ما ينزل من جهة اليسار، لأن إذا نزل من جهة اليسار راح يسبب ربكة في الشارع وكذلك اختناق مروري، على وعلى قد يكون هناك يسبب حادث أو خطورة. إنما ينزل طبعا من الباب الجهة الجانب الأيمن للرصيف
ويدخل المدرسة، لكن في بعض الطلبة لاحظناهم أنه ينزلون كذلك من النوافذ للباصات، وهذا خطر طبعا عليهم. شنو يعني شنو النصيحة اللي توصي فيها اتباع الأسلوب الصحيح لعبور الطريق؟ والله احنا في أكثر من مناسبة وضعناها سواء في الندوات أو المحاضرات أو في البرامج التوعية اللي نضعها في عن طريق العلاقات العامة، اللي هو طبعا قبل أن يعبر الطريق يتأكد من خلو الشارع من السيارات، ومن ثم يعبر عن طريق الخطوط لعبور المشاة إلى الجانب الآخر. شنو تنصح الأطفال وجه عام؟ والله ننصحهم أنهم يتقيدون بالقواعد وأنظمة المرور، وبخاصة عند عبورهم للطريق إلى المدرسة، والعكس صحيح من المدرسة إلى المنازل. كذلك نتمنى من كل قلبنا أنهم يستغلون الجسور اللي موضوعة عند انتقالهم أو عبورهم من الشارع إلى الرصيف الثاني. في الختام نشكر العقيد عبد الرزاق البناي ومن إدارة تنظيم المرور لاهتمامها بالأطفال، ونتمنى من كل الأطفال ومن كل أصدقائنا التزام قواعد المرور لسلامتهم. في الختام الحقيقة لا يسعني إلا أن أشكر أبنائي الطلبة والطالبات، وأتمنى لهم إن شاء الله بدراستهم عام سعيد، وإن شاء الله يكونون عند حسن ظن أولياء أمورهم في الدراسة، وكذلك عند حسن ظن إحنا أنهم يتقيدون في قواعد المرور. وشكرا جزيلا. أصدقائي، ندعوكم للمشاركة في مجلتكم مجلة الأطفال، فإذا حبيتوا أنكم تشاركون معنا سواء اللي عنده موهبة يحب يقدمها مثل الموسيقى أو الشعر أو الكتابة أيا كان، حتى لو ما كانت عنده هواية محددة يحب أنه هو يشارك، ممكن أنه هو يتقدم إن شاء الله يوم الثلاث الساعة 6:30 مبنى التلفزيون الدور الثاني البرامج الثقافية، ونقول لكم حياكم الله. مرحبا فيكم أصدقائي مرة ثانية بعد هذه المدة الطويلة اللي انقطعنا فيها عنكم. نهنيكم في بداية المدارس، وبهذه المناسبة راح أقدم لكم مسابقة تختبرون فيها معلوماتكم بعد الكم الهائل من المواضيع اللي إن شاء الله نتمنى تكونون استفدتوا منها وزدتوا من خلالها معلوماتكم. مسابقتنا اليوم راح تكون عن العواصم، عواصم بعض الدول، ويتراولي أن معظمكم يعرف العواصم. تعرفون العواصم ولا لا؟ تعرفون أنتم العواصم ولا لا؟ إن شاء الله الحين راح أسألكم أنا كذا سؤال، كل سؤال له ثلاث أجوبة، وراح تختارون إجابة واحدة. طبعاً الإجابة لازم تكون إجابة صحيحة، أوكي؟ السؤال الأول عندنا يقول ما هي عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هي ريو دي جانيرو أو واشنطن أم نيويورك؟ كلكم تعرفونها؟ يلا خلينا نشوف. شنو اسمك أنت؟ فوز فيصل. هل وجهك صوب الكاميرا؟ شنو اسمك؟ فوز فيصل. شنو عاصمة الولايات المتحدة؟ نيويورك. نيويورك؟ لا، من يعرف العاصمة؟ قولي جهان. واشنطن. واشنطن هي العاصمة. نيويورك هي طبعا تقريبا أشهر مدينة في أمريكا، لكنها مو العاصمة. طبعا هذه معلومة جديدة أضفتها، كل واحد كان أباله أن العاصمة نيويورك، حين تعرفون أن العاصمة هي واشنطن. السؤال الثاني يقول شنو هي عاصمة قطر؟ هل هي أبو ظبي أم الدوحة أم الرياض؟ شنو اسمك؟ سالم سعود. سالم شنو عاصمة قطر؟ الدوحة. أكيد؟ أكيد. أكيد؟ مو الرياض؟ لا. شاطر، صفقولة، عفية. إنزين، عندنا السؤال الثالث يقول شنو هي عاصمة المكسيك؟ شوية رحنا بعيد.
هل هي نيو مكسيكو أم بيونس آيرس أم سلفادور؟ ها شنو عاصمة المكسيك؟ نيو مكسيكو. نعم؟ نيو مكسيكو. نيو مكسيكو صح. صب قولة عفية. انزين بعد عندنا منو منكم ما يعرف عاصمة المملكة العربية السعودية؟ شنو هي؟ شنو عاصمة المملكة العربية؟ الرياض. نعم؟ الرياض. الرياض صح. صب قولة ايش فيكم؟ صف قولة حيل كلكم تعرفون والله شطار. انزين عندنا اخر سؤال يقول شنو هي عاصمة الهند؟ هل هي نيو دلهي ام بومبي ام بكين؟ ها منى. بوبندي. منو؟ بوبندي. بوبندي؟ ما في عاصمة اسمها بوبندي. ها قول فيصل. بومبي. بومبي. عفية شاطر. صف قولة بومبي. بومبي هي عاصمة الهند. طبعا كلكم جاوبتوا اجابات صحيحه وتعرفون ان شاء الله مره ثانيه نجيب لكم اصعب منهم. واضح اصدقائي انكم استفدتوا وايد من المعلومات اللي احنا نقدم لكم اياها، وطبعا المعلومات اللي يقدمونها لكم مدرسينكم في المدرسه، وان شاء الله نلتقي معاكم في مسابقه ثانيه تكون اصعب من كذي. اصدقائي لقد تعلمنا من خلال ما تقدمه لنا مجله الاطفال من افكار نشغل بها اوقات فراغنا وننمي بها قدراتنا ومهاراتنا اليدويه، وباستطاعة الأصدقاء الموهوبين أن يتقدموا بأفكارهم لمجلة الأطفال والمشاركة في تقديمها. والآن لنتابع ما ستقوم به صديقتنا غالية في إعداد دفتر لمذكراتنا وحامل الأقلام. شلونكم أصدقائي؟ ونهنيكم في بداية العام الدراسي الجديد، ومثل ما وإن شاء الله تكونوا ما نسيتونا وما نسيتوا الأعمال اللي كنت أسوي لكم إياها. ومثل ما تعودتوا اني انا كل يوم اسوي لكم عمل، واليوم راح نسوي لكم هاي المذكره. الادوات اللي نستعملها جلاد ومقص وورق مقوى واوراق مقصصه ومساكه، والخطوات نجيب الجلاد ونقصه في نفس حجم الكرتونة، ولازم أصدقائي تكونون حاطين بالكم إن ما تقصون يدكم وانتو قاعد تستخدمون المقص. تطلع عندنا بهذا الشكل، ونفتش اللزق وحطه على الأطراف، أصدقائي لازم تحطون بالكم إنه ما يكون عوي الخط. يطلع عندنا بهذه الطريقة. ونجيب الأوراق ونجيب المساكة ونعدل الأوراق ونمسكها بالمساكة، تطلع عندنا بهذه الطريقة. شوفوا أصدقائي شلون حلوة الطريقة، وتقدرون تسوونها بعيد الأم، تقدمونها حق أمكم، وهي فكرة بسيطة. والحين أصدقائي مثل ما تعودتوا إن شاء الله تكونون كلكم ناجحين وتسمعون كلام الأفضل، وإن شاء الله ألتقي معاكم بعمل ثاني، ومع السلامة. شكرا صديقتنا غالية على هذه الفكرة الجميلة، ونتمنى أن تقدم لنا في الأعداد المقبلة أفكار جديدة نستفيد منها. ووعدنا معكم أصدقائي في الأسبوع القادم وعدد جديد يتضمن المزيد من المواضيع
التي لا يتسع الوقت هنا لعرضها، وحتى نلتقي لكم منا أطيب التمنيات، وكل عام وأنتم بخير. تقايوم الجمعة والملتقى.